مساء الخير، كيفكن؟ نحن رجعنا مثل كل نهار جمعة على الساعة 7 لنطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامج إلي ألو. كنت عم بسلم على الشبيبة كلهم سوا وسألت مين مثلي بعده يعني ملتزم تقريبا الإجراءات. في كم حدا شاركني وقال لي كمان بعضهم ما عم بيروح المطرح إلا الأشياء الضرورية، سوبر ماركت، أكيد محطة بنزين، أفران، صيدليات، إن شاء الله ما حدا بيعوز، بس إنه ما بيخلى الأمر. عم بعمل برونزاج صراحة، بمشي كل يوم ساعة بعز دين الشمس ظهريات على الساعة كالوري، هلا منهم كتير كتار، ومن جهة تانية بعمل برونزاج. لكن عم خبركن قبل ما سكرت، عادة مفروض كون سير برونزي منيح، كنت اسبق الكل بالموسم، هلا مش ظابطة معي، بعد يمكن عم بقلل مروي، ما عاد قلي جلادي اعمل هيدا الافار، اللي زمان مختلط بعجقة وموسيقى وناس وحكي هون وسلم هون. هاي جان، طمني شو صار؟ يعني نحن ناطرين. جان لا يطلع علي. عم بتشوف؟ خلص انت عم بتشوف، خلص بيشوفوني مثل ما عم بيشوفوني. لا يلا ليتس بقبل، لا ما بقبل، بدي صوتك. هلا هلا انا بطلب من لوتشي بتجيب السيلولار وبتفوت عليك لايف، انا بشوفه غير مطرح. خلص انه نو بروبلم، انه انا مش مبين عندك او لا مش مبين؟ لا لا انا شايفك عادي وعم بسمعك كثير منيح. هلا عملت لي كمان سند ريكوست، عملت لك جوين. خلص يلا انا حاطط هيدا السيلولار هون، انا رح اشوفك من. شفت يعني انه في مشكله؟ اطلع على هيداك الثاني، اطلع انت وانا بلحقك. لا خلص يلا يلا انا شايفك. شو اخبارك الي؟ انا كثير منيح، انا مشتاق لك كثير. مثل الحال. وانا سو هابي انه انا اليوم طالع معك لايف، هذا اول لايف. انا كمان اكثر جان. خليني اقول لك شغله، اول شيء بون فيت بابا، لان خلي لك اهلك يا رب. الاحد انت كنت عم تحتفل مع عائلتك وقد كانت القعده مهضومه هيك كثير طبيعيه، قاعد على الارض حامل قالب الكيك ومدامتك وبناتك حدك وعم بيغنوا لك وانت عم تغني لحالك كمان. قد ايه بيعني لك هيدا العيد جان؟ والله كثير يعني بيعني لي لي، لانه صراحه انا ما رح دير دراما، بس لانه انا خلقت يعني كان بي انا متوفى، كانت امي حامله فيي. ف يعني هلا بيك توفى وانت يعني خلقت وبيك ما كان موجود. صح صح. ف يعني هلا بقدر كثير هذا الشيء، انه انا يعني مع اولادي انه عم نعيد معهم، وانا اصحاب كثير مع اولادي، يعني في مطارح بابا مش قاسي، بس يعني بدي انا مصلحتهم. بس يعني في مطرح بحس يعني حتى هن بس فاتوا معي على الفن تبعي، انه يعني تغيروا القصص، صاروا القصص احلى، مع انه في مطارح انا حسيت ما عاد بدي الفن كثير، لانه قد ما حسيته غدار، بس من وقت ما لوتشي بلشت معي بدنا نعيد او شو مصالح حكي عنه بعدين، حسيت انفتح ابواب بوجهي اكثر، حسيت الفن صار احلى. ف يعني حسيت انه صاروا يتفهموك اكثر، يعني يفهموا طبيعه شغلك اكثر جان؟ هن اصلا بيتفهموني انا زلمه كثير هادي، وانا زلمه مش عم بحكي عن حالي، بس انه يعني انا زلمه عن جد يعني محب، يعني ما عندي انه هيدا رايي وهيدا شو اسمه، لا يعني انا بمشي مع القصص. يمكن اوقات بقول لها انه يا ريت ما ربيتيني هيك، لانه السوق يعني كله مثل ما بيقولوا ذئاب. ف فبس انا هيك، بس بقول لك شغله، بس بالقليله انه بس نام على المخده بحس حالي كثير مرتاح، راسي مرتاح. ليك حسب لك شغله، انه انا كثير مش مع بعضنا بالشكل، وانا كان على طول اللي كل ما خيي بالسعوديه بيحضرك على الاو تي في بيقول لي يا الله بحس انه جانو قدامي. وهلا انا بس رجعت ضعفت قبل كنت انصح بشوي، يعني حتى بالبرومو
اذا بتشوف الفاس انا وعم دق البيانو وبترجع انت بتطلع بالاخير، يعني ما بتحس انه شخص كثير بعيد، يعني بتحس يعني هيك يعني كونتينيوتي، يعني كانه انت عم دق البيانو بعدين رجع تبينت صورتك. ليك اجا انا شلت اللونات لان انت لفت لي نظري، وعم بقول لاصحابي لما حضروا البرومو قالوا لي لك ايه انه في شوي، قلت لهم تعرفوا بكره بس اترك دقني على لون الطبيعي لان انا بلون دقني اكيد يمكن بصير الشبه اكثر واكثر. بس انا هلا مضطر ارجع احط اللونات لنشوف الكومنتات. بدنا نقول بونسوار للجميع، جان كيروز كثار ناطرينك، والبرومو اخذت سكسي يمكن اليوم معك، نحن تقريبا سابع حلقه. الحلو فيها انه انت هيك رجعت احييت في شيء انا اللي زمان مش عامله من خلال الفويس اوفر، فعم تقلي ليه ما بتسجل لي بصوتك يعني هيدا المقطع وبنعمل هيدا المونتاج. بدي اقول لك لأنه ميرسي حبيبي اول شيء للشرف انه هيك نتعاون، حتى انه لو عن بعيد يعني، يعني مثل ما بيقولوا يعني فيرتشولي، بس مع انه الدعايه اللي كنت عاملها كانت كثير حلوه، بس انا بحب النبض كثير وبعرف قد ايه صوتك حلو وقد ايه كنا نسمعك على صوت الغد وعلى غير اذاعات، يعني مش على بس على صوت غد، انه هيدا انا بحال ما كنت غلطان، كنت على عامله لا لي لا كمان اكيد صوت الغد، صوت الغد وايام ميلودي اف ام قبل ما صارت ايه فيلم. صح. يعني فانه صوتك كثير حلو وصراحه يعني صوتك بزيد على الدعايه، فلهيك مطلبت منك حبيبي انه لا لا بالاماليه اذا فينا نعمل هذا التسجيل، لا بالعكس بالعكس لانه حتى تعطي امباكت قوي الحلقه، وصراحه انا كثير دقولي انه واو شو حلو الدعايه وشو هدول القصص، ف يعني شيء حلو، هي سيلف ساتسفاكشن لالي ولالك بحس، لانه هي يعني كمان انا انبسطت انه انا عم بطلع معك. جانو خلص لعيونك فور فري، بس يكون عندك شيء ايفنت مثل الايفنتات اللي رح نحكي عنهم بكازينو لبنان وغيرها من الاعمال اللي قدمتهم، صوتي على حسابك ببلاش. بيشرفني وانا موسيقتي يعني شو فيها انت تخدمك ببرامجك، ان شاء الله نشوفك بشيء برايم تايم قريبا، هلا يعني بس هلا اضبط هلا الوضع. بهيدا لا لا الظرف لا عم بحكي بس اضبط الوضع يعني ان شاء الله بلبنان، ان شاء الله يعني كمان ان شاء الله يعني الموسيقى تبعي انه لا لا كلها سوا. ان شاء الله. جان خلينا اليوم الحلقه لك، خلينا نبلش نحكي معك من يعني من عمر 8 سنين صح بلشت بالموسيقى، كان عندك شغف جدا بالموسيقى. يعني انا كمان ما رح اقلبها دراما، بس لما كنت هيك عم بتطلع عم بعمل شويه ريسيرش عن جان كيروز، يعني انا بعرفك بس انه بحب اكون حاضر اكثر لكل المواضيع اللي بدنا نحكي فيها، يكون عندي على القليله من كل موضوع هيك خلفيه صغيره. ابن 8 سنين رحت على الموسيقى، هيدا شغف عندك اياه وهيدي موهبه الله عطاك اياها، بس اندفاعك للموسيقى انا كنت عم حلل بينه وبين نفسي اليوم، ممكن لان خلقت بيك مش موجود واكيد امك يعني عوضت عليك بالعاطفه، كان عندك نقص بمكان ما، لقيته أكيد بالموسيقى هالقد ابدعته وهالقد يعني عشرتك كانها صاحبتك كانها حبيبتك. الموسيقى يمكن أوقات الله، يعني يمكن هذا السر عند الله، أنا بحس لأنه أوقات الله يعني بيعطيك شيء وبيقول لك أنت مميز بهالشيء، لأنه كل حدا مميز بشيء معين بالحياة، بحس الله صحيح أعطاني هالشيء، ويمكن أنا حسيت يعني كل ما ازعل او حتى كل ما انبسط بهرب على المطرح، لانه بحس حالي بطلع من حالي، وحتى بس انا ارجع احضر حالي عم دق موسيقى على المسرح بالفيديو بشوف انه انا اذا بدك انا منفصل بهذا المطرح، برجع بس يزقفه العالم، يعني هالقد واحد شيء بيحبه وهالقد الفن انه بلبنان صعب رغم كل شيء، يعني ما حسيت يعني في اتخلى عن التأليف الموسيقي، لانه حسيت انه هذا شيء جواتي، وبرجع بقول انه هيدي نعمه من الله، يعني الله بس يعطيك نعم، لازم واحد مثل ما بقولوا انا ما كثير بحب استعمل التيرمز بالنحوي، بس انه يعني يسقط الموهبه ويتعلم ايه اكثر وينميها وتطلع اكثر، والحمد لله انا نوعا ما يعني يمكن عندي حظ انه الموسيقى تبعي نوعا ما انتشروا، نوعا ما عم رح بحكي نحكي رح نحكي رح نحكي اكثر جان عن هيدا الموضوع. خليني بالبارت الاول، يعني كجان كيروز هيدا الولد اللي عايش طفولته اللي اتجه على الموسيقى، لما كبر ما ضلت كهوايه، فات للاحتراف، درست، تخرجت،
اليوم حضرتك مخرج، مؤلف موسيقي، عندك ألبوم بلبنان وبالعالم العربي وألبوم عالمي فينا نقول، هو ألبوم مايسترو، شكرا. ورجعت عم تحيي من خلاله مجموعة من المقاطع الموسيقية عم تصورهم فيديو كليب، رح نحكي أكثر، بس خليني أشوف هيك علاقتك بلوتشيا وبليا، وخاصة لما فاتوا معك بجو الفن، يعني صوت وصورة، أكان ليا بالتمثيل، لوتشيانا بتمثل وبتغني، وأنت يعني هيك الجود فاذر لأعمالهم الفنية إلى جانب أبوتك الحقيقية. منشوف كتار من الفنانين جان بيقولوا خليني أترك عائلتي على جنب، ما بدي أعمل عليهم سبوت لايت، بكير عليهم حتى ما يتأثروا بالنجومية. أنت خفت من هيدا الموضوع؟ أنت إكزامبل حي قدامهم إنك موهوب، فنان، سبرت، تعلمت، تخرجت. أنا القصة كلها على بعضها، كانوا عم يجوا القصص هن لحالهم، يعني أنا بس عملت كم شي تحانين بكذب لبنان من 3 سنين، يعني حبيت لأنه لوتشي بتغني على طول بالبيت، حبيت يكون لها وجود، إنه لأنه بغنية ولأنه ليا بتصور دعايات إن كان للبنان أو لبرا، يعني هي عن جد شاطرة قدام الكاميرا، حبيت يكونوا موجودين، يعني مش قصد بس حسيت وجودهم، يعني إذا بدك يعني إنه بيرسم لي ضحكة أنا بس كون على المسرح. هلا رجعت رحت الايام لحتى اجى نهار وبدق لي فيني بيقول لي بدنا طلب مني بدنا نعيدها وشو ما صار، هيدا بعد نحن عملنا جينجل اسمه انه يا رب احمي لبنان، اذا بدك انا بعد شوي من دقه ولوتشي بتغنيها، فيعني قال لي انه فيني، وهون بوجه له كثير تحيه لفيني لانه انه يعني فيني عمل لي تيرنينج بوينت، حسيت لانه كان شيء كنا بس نتسلى انه بالبيت، فجأة صرنا على فيم، فجأة يعني صاروا كلهم بيدقوا لي يلا شو حلو هيك، وبس كون على فيم يعني حتى فيني يعني بريك ان بريك اوت بتمرق صحيح 25 صحيح صحيح اشتغل عليها كما ذكرت، طبعا يعني انه من الاول كاذاعات، ف بصير يحمسك على شيء ثاني، ورجع طلب مني بدنا نعيد شو ما صار، مش رح طويل وعملتها 15 ثانيه، قلنا بس حتى نغير جو، بعدين لا صار في شيء اسمه سكسي، رجعنا طورناها وصارت مثل ما هي صارت، بس كل شيء عملناه هو يعني مش مخطط له كثير، وانا على طول بقول لها انه لا نوتشي يمكن كفي بابي انه بالموسيقى انه لا بعدين، بس هيدا بيكون شيء ثاني، بدك تتعلمي شيء وبدك يكون عندك وظيفه ثانيه، لانه نحن يمكن نعمل حفلات على المسرح بس نحن مش حفلات انه شيء ثاني، فاذا الله وفقنا وحبونا العالم بنكفي فيها، وإذا لا بكون إنه على قليل إنه هالموهبة اللي أعطانا إياها يعني ما سكرنا عليها إنه بيناها. بتصور أنا يعني الناس لا بالعكس بالعكس، يعني الحديث لك جان بس يعني اللي قلته كثير مهم، من خلال هالجينجلز مجموعة من الأغنيات، يعني خلينا نحكي ما بعد 17 تشرين عملت يا ربي احمي لبنان، هالجينجلز كتبته ولحنته هيدا انعمل الوقت الحريق يا رب احمي لبنان، يعني كان وقتها في حرايق طلعت معي بالليل، وفي رفيقي حتى انه من الاردن بوجه له تحيه الدكتور عمر، قال لي عندكم كثير حرايق وشاف بالمتن، قال لي انت بخير؟ قلت له ايه، قال لي طب ليه ما بتعمل هيك شيء غنيه صغيره؟ طلعت مع الكلمات باقل من 10 دقائق واللحن، قلت له لوتشي بتجرب صوتي؟ قال ايه، بعتها لفيني، قال لي طب اوكي بحطها، هلا نحن ما كنا عارفين في ثوره وانه في شهرين رايحين فيه نصوب المجهول، فصارت هيك. ايه طيب جان، هلا بدي اعرف راي المدام بقصه لوتشي وليا، قد ايه هي ان بهيدا الموضوع ولا لا، عندك هيك وجهه لا منى، يعني منى ما عندها مشكله طالما هي معي لوتشي، وطالما مثل ما بيقولوا يعني بايادها امينه، وطالما نحن عم نعملها از هوبي از فاشن اذا بدك، انه شيء نحن عنا اياه عم نطلعه انه لبرا، يعني مش الحر العيد مش رح خليها تصير انه فنانه انه بالقوه، نحن عم نعمل شيء وعم بحبوا العالم، وكمان عم نجرب نعمل شيء لانه قليل حتى تلاقي هيدا الموديل يلي هو البي عوض بغني والبنت يعني هيدي الفاميلي يلي هن مع بعضهم، يعني صحيح. قبل يلي عم بيغني بيدق بيكون مثلا على جنب يعني ورا الكاميرا، فانا عم بكون انه معه
واوقات تكون مع الكورال، مش اوقات على طول مع الكورال، نعم. خلقنا شيء يعني بدون ما نحس انه شيء جديد. هلا جان بتعرف شو كثير محمس، انا مش عم شوف حالي، عم شوف شيء بلاك بس هلا عم انا مبسوط فيك. اذا بدك تطلع بالتليفون الثاني. لوتشيانا وينه؟ يلا لوتسي، يلا اجت لوتسي. طيب بتعرف ليه عم بسأل عنا؟ ايه لا اجت، ايه اكيد لانه الحديث معه وعنا عم بسأل عنا انا لانه لحن حبيبتي باسكال. لوتشيانا هلو هاي هاي، كيفك؟ منيحة؟ هلا بدنا نسمع صوتك مع جان، هو عم بيعزف فيك. أكيد. بس خليني اقول لك، انت لما بتروحي على الاو تي في بيكون عندك انترفيو مع بابا، اكثر شيء بتكون مقابلتكم مع باسكال شمالي، صح؟ بنحبها كثير وبتحبيها كثير كثير لباسكال. كثير لباسكال، لأنه الأولاد يعني تعايدوا معه. انا تواصلت مع باسكال وقلت لها بدي منك مسج او احضرينا. هلا بتقول لك بيج هيلو ل ان اكسلنت ارتست وانسان كثير نايس جان، Thank وبتقول you. كمان كيسز ل تو ذا بيوتيفول لوتشي اند ليا، لاف يو اول، جاد بليس يو الي فور ذيس اكسلنت شو اند جريتست جيست. فهيدي تحيه من باسكال لك لوتشيانا ولك اكيد، بس Thank سبيشلي you. بيقول شغلة لوتشي. يعني أحلى مقابلة عملناها، أنا رحت عملتها شير على اليوتيوب، بس رحت أنا ولوتشي وليا، يعني ليا كنت صغيرة وحتى كانت عم تلعب إنه بالمنخار، ف يعني كان جو حلو يعني مع باسكال، بنحبها كثير لباسكال مش شوي. لوتشي وهلا باسكال عم تبعث لكم قلوب. جان رح اعمل جوله سريعه تنقول هيدي النقله النوعيه اللي حطت جان كيروز عن جديد تحت الاضواء، بس اللي بيطلع بارشيف وبتاريخ جان كيروز بينصدم انه اكثر من 100 برنامج تلفزيوني عمل له موسيقته باكثر من تلفزيون بمحطه لبنانيه عربيه. رح اذكر منهم يعني هيك على سبيل المثال للحصر، هزي يا نواعم، مايسترو، مين ما بيتذكر موسيقى مايسترو هالبرنامج مع نشان اللي اصلا كفكره ككونسبت كحوار كضيوف والموسيقى العراب حتى كملت، الو بيروت، هيصه وغيرهم كتار. يعني ما رح هلا اقعد 100 اسم برنامج. اليوم بجنجل صغير بفكره مهضومه ذكيه رجعت هيك يعني عملت لمعه لجان كيروز وخلتنا نرجع نفوت على ارشيف تنعرف مين جان كيروز. طلع مخرج، مؤلف موسيقي، موسيقتك واصله لكل انحاء العالم، عندك اعمال كثير مهمه، مقطوعات موسيقيه لا يستهان فيها، عندك مزيج من احساسك اللي فيه الشرقي والغربي والفولكلور اللبناني. لا عم بحكي اللي تبعته صراحه، ماني عم بحكي كجامل، قلت لك قعدت هيك تعرفت عليك بس شوي ما هو شيء حلو انا اسمعه من حدا حبيت انه الناس تعرف هيدا الشيء، مش يعني اللي عملناه بكورونا او عملناه وقت حرايق لبنان او حتى الكونسرت والريسيتال اللي عملته، وهيدا بدل قد ايه انت انسان وقد ايه روحانيتك حلوه، دعم لانشاء واستكمال انشاء كاتدرائيه القديسه رفقه بدير مار يوسف جربته بكازينو لبنان. رح نحكي عن كل هيدي المواضيع. حبيت اعمل هيك اذا بدك فلاش باك ليعرفوا يعني رصيد جان كيروز وقوته الموسيقيه بالتاليف والالحان، ونسمعك هلا باخر اعمال مع لوتشي عزفا على الاورج على البيانو بعتقد، ولوتشي راح بتغني لنا. يلا وهلا بدي اقول لك شيء اول مره بقولها، انه عم حضر البوم اسمه تي في مومنتس، رح اجمع يعني انا بلشت بسنه 98 رح اجمع في اكثر من 22 موسيقى كثير بعدني بحبهم من سنه 98 لهلا، مثل هزي انا واعي، مثل مش الفاشن، يعني مثل العراب، يعني مثل في كثير قصص انه للكويت، في كثير قصص انه للسعوديه، مثل يعني الو بيروت، مثل يعني اغلبيه برامج الاي ار تي بلبنان، مثل حتى فواصل رمضان، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه ورمضان كريم، فيعني الحاجة اجمعهم كلهم بالبوم جديد وعم بشتغلوا الماسترينج هلا، لانه العالم اوقات يعني ما بتعرف انه هذا الشخص هو عملهم، وحتى في دعايات انشهروا شكلك مولع فيها وبتضلك تحكي فيها،
يعني في كتير قصص، لانه الموسيقي اذا مش هنعمل له سبوت ما كتير بينعرفوا، فرح ارجع برزون صحيح، برافو. بتحبوا نغني شلون بتعرف هلا يعني. صابت انت؟ رجعتني بالذاكره لما شفت سيره ميشن فاشن، يعني انت كنت تعمل الميوزك لإله. نحن في يعني في 45 اوكي يلا، انا رجعت. جان اوكي الكهرباء تمام. راحت مش بوقتها، ما بعرف ليه. يعني بدكم نسمع يعني شيء انه من اعمالنا، او بدكم شيء هيك مثل ما انا اوقات يعني بتمرن انا ولوتشي مثل كيلينج مي سوفتلي هيك على قصص؟ طبيعتك، على طبيعتك، بس خليني انا يلا بقول لك شغله. فيشن فاشن على 2 سيزون. جان عم يلا تسمعني؟ بس ايه عم بسمعك، بس انه انا عم بقول لك ميشن فاشن على 2 سيزون. كنت احط صوتي على روبورتاجات از فويس اوفر مع شو اسمها الشركه، يا الله، يعني مع اي شركة ماجيك، يعني اي ماجيك. اي ماجيك، اي ماجيك. انا عملت حتى يعني انا كنت نقي له الموسيقات يلي يطلعوا عليها يعني يمشوا، وحتى كان الاي ماجيك كانوا يعملوا مس لبنان، انا ما كنت اعمل النيت مس لبنان، كنت الف الموسيقى انه لكل شيء اوبننج تبع مس لبنان، يعني بس يطلعوا يتقدموا النساء. كان يحب غازي بغالي تحيه له، يعني كنت انه انا الف له موسيقى يعني كستمايز انه للرقصه، وقت يطلعوا بشي صيني او يطلعوا نعم. بشي كوري يطلعوا بهدول القصص. طيب اوكي، هلا يعطيك العافية جان. هلا رح نتعرف أكثر وأكثر على موسيقاك وعلى أعمالك. شو بدنا نسمع منك ومن لوتشي؟ ثانك يو. هلا يعني خلينا نقول للناس، اكيد لو عم نسمعها لايف على تي في او يعني استوديو غير موضوع، لان على انستغرام وكونكشن ما كثير يعني اخذت حقها. يعني مش واضح كثير الصوت، يعني حتى ما نغني بعد شوي. هلا بركي بنغني شيء، بنتذكر الجينجلز اللي عملته خاصه ل بدنا نعيد. حلو اوكي الغنية كثير، بدنا نعيد لو شو ما صار. يا وطني وعد علي، قد ايه حلو، يعني هيدا الانتماء بحد ذاته، يعني جسدته بغنية. بدنا نعيد لو شو ما صار، عم نعيد عيد الميلاد للطفل المغارة. يا وطني وعد علي، انه يعني حطيت الدين والوطن والارض كلهم مع بعض، والانسان اللي هو محور كل شيء. وبعدين انا كثير بحب هالكلمات، بتصدق يمكن هلا تضحك علي اذا بقول لك، بس في قصص انا بعملها وانا بغار من حالي فيها، يعني قلت لك يمكن تضحك علي، بس لانه هيدا الشيء كثير انا ببكيني فرح، وخاصه يا وطني ايد بايد بدنا نعيد سوا من جديد، ونندهلك يا وطني يا حبيبي، ونقول لك ينعاد عليك. والشيء ببكيني اكثر مش ببكيني يعني كشيء زعل، اوقات في دمعه فرحه بتنزل
لانه كانت حتى ليا يلي عمرها 7 سنين، كان عمرها 6 بوقتها، يعني انه عم بتغني معنا بالكورال، يعني حسيت انه هالغنيه يعني انه جمعتني انا ولوتشي وليا، وحتى منى حطت صوتها هيك انه يعني انه على الخفيف، بس لانه هي يعني ما كثير بتحب الاحلى، مش ما كثير بتحب، يعني هي ما بتحب خالص تطلع على التلفزيون نعم ولا شو اسمه، بس يعني حسيت يعني ما بعرف، اوقات في قصص يعني ما بتنوصف، بس هذا الشيء انا عندي يعني بحس انه في فرح انه كثير قوي فيه، انه انا يعني انه انا وعم بشتغله وبعضنا اشتغله. تعرف شغلة جان، أوقات يعني هيك الأشخاص اللي بيكونوا صادقين وبيكون عندهم انتماء بنصير نخجل، يعني هلا عم تقول لي ما تضحك علي أو بدك تضحك ايه علي، بالوقت اللي بالعكس يعني لو حاطط شابو كنت برفع لك القبعة وبقول لا لك بس برافو، بدنا من أمثال لك كتار جان. وأنا مثلك بفكر وبعتقد إنه يمكن المقربين منك كمان بيفكروا بنفس الطريقة، تقدر عم تشتغل معهم ويعني وتتفاعل معهم بالحياة. بالعكس مش عيب إذا يعني فخرنا بوطنيتنا وحبينا لبنان وتراب لبنان، منا عم نحكي أشعار. بتصور صح، اللي بيعيشوا الغربة بيعرفوا أكتر، لا ما وإذا فيها شعر كإنسان أبدا، فيها حقيقة. وإذا إنسان حب ربه مش معناتها إنه يكون هالقد متطرف ويروح فيها للاكستريم ويعيد غيره، بالعكس يعني الله هو محبة وانفتاح على الجميع. جان، نعم أول غنية لجان كيروز ريما. صح، طيب ايه لوتشي ليه ما كان لأنه اسمها ريما عادة؟ لأن ليه ريما بالأساس؟ رح أقول لك ريما، لأنه ريما أختي، وريما هي أنا صغير بالبيت، وريما هي انتيرير ديزاين يعني، وكانت ترسم كتير، وهي كانت كتير إنه تشجعني إنه على الموسيقى، لأنه حتى أنا وصغير يعني أنا قوم يا جنود روس، قوم دروس، قوم دروس، عرفتهم الآن يعني هي كانت انه يعني انه تحس فيي كثير، انه يعني كانت يعني كانه عارفه انه انا عندي شيء غير بال يعني بالموسيقى وبقصص الفن، وهي بترسم وعملت كمان، هي مهندسه يعني داخليه، ف يعني وقت انا كتبت لها هذه الغنيه وبتصدق يعني بعد ما بصرت النور، مع انه لحنها بحبه كثير، وانه لحنها سو سمبل، واشتغلت على توزيعه شوي، انه رجع وقف الموضوع، بس ان شاء الله قريبا برجع يعني بعملها للموسيقى، وفي سألتك عن بعتيت 35 سنة، بس يعني ما قبل ما كنت أعرف نوت، بس بعدها أنا علقانة يعني براسي، لأنه حسيت إنه هذا أول شيء أنا عملته بحياتي. على سيرة يعني الأسامي، درجة العادة إنه الفنانين يغنوا لأبنائهم بأساميهم، أنت عملت مقطوعة موسيقية باسم لوتشيانا هي من صح ألبوم مايسترو، صح ليه حصتها وين؟ عم حركش أنا هلا، عم طالب بحقوق ليا. اللي حقول لك شو هلا، انه لوتشيانا انا بس عملتها كانت يعني شيء خلقاني انا، لانه وقتها هو ماخوذ من مايسترو، انا عملت شيء خاصه يعني بتشايلد هون، بس رجعت سميت التراكس، لانه التراكس ما بتسميهم، فيعني رجعت حطيت انه لوتشيانا، انه ليا يعني هي موجوده بكل اعمالي، اذا بتشوف الفيديو كليبس يعني، لانه انا بقوم انه باخراجهم يعني، بتكون يعني انه عم تركض بالقرص، او بتكون او حتى في قصص عملت انه حق الطفل كمان هي بتمثل، فهي انه موجوده بشكل يعني انه كثير قوي، وهي كمان عندها حضور قوي، يعني حتى لو طلعت بس عملت هيك يعني
يعني ما بعرف انه شو عندها حتى، بس طلعت كمان يعني مع هشام حداد، يعني هي اخذت انه كل الاتنشن، انه انا بألف واختها بتشتها تغني، هي طلعت بس هيك انه لعبت بشعراتها اخذت كل الحبيس. ف سبحان الله. يعني مش يعني جاي الوقت وهو رح عامل لها شيء، طيب انه اذا هلا الله اراد. ما عم بحرجك جان يعني، بس عم شوف لا لا هلا لا لا انه بالعكس، انت بالموسيقى بتقدم لهم اعمال وحتى قديمه. بخبرك ايه تفضل. في موسيقى أجادير بقلب كمشة حنين، انه هي كانت وقتها مسرحية غنائية، يعني انا قبلها بمشهد بيكون انه كتير ساد الجو بقى، بس اطلع بأجادير انا مصورها يعني بالارز مع الغنم عم تلحقهم، فهيك بتطلع على السكرين كأنه كتير كبيرة بتغطي كل الشاشة، حسيت الفرحة يعني ما بتساعني، هو اصلا نزل الفيديو يعني بصير انا ضحكت هيك انا عم دق بيانو بس طلع فيها على شاشه كبيره، هالقد اللي هي عندها فرح بالعطاء. شفتها بمقتطف من انترفيو مع زفان، وحتى قال لك هيك شعراتها مثل الخيوط الذهبيه هن طايرين صح على صح صح الفوق صح الضيقه، فلفتنا هيدا الشيء وبنحب نشوفه ك يعني هيك بارت مستقل هيدا الفيديو. ما بعرف اذا هلا صار متواجد بلا، على اليوتيوب. يعني هو هذا الفيديو نزل يعني بتشايلدهود، يعني بدي هاي اللي كنت اعمل اياها بالاول اخذيه اوكي. منها بهذا المطرح اوكي اوكي يعني انه عم بيقول وهيك لانه سنابي فوق مثل القمح، انه قال لي هيك واحد بحس حاله يعني مثل انه شيء ذهب وشعراتها كيرلي شير، عم بحاول هلا بعيط للي يعني بتكون معنا بتقول لك هاي اذا بدك. جان نعم يعني كتار بيسألوا في أسئلة كلاسيكية ما فينا نطلع منها. يلا اكيد. بمين مأثر؟ دو أن دو دو. خلينا نبلش بمين مأثر. طيب يعني خليه بس لانه يعني انا اجت ليا بس ليا هيك ليا هاي طيب. ليا، يا الله شو الشعرات الحلوة ليا. هاي ليا ليا هيدا يعني هيدا قلبه وروحه للحفار، يعني هيدا انا بضل يعني خدودها هيك ايه جان ما حق يعني تخطف الانظار هيك، ضحكتها فيها عنصر جاذب وهيك الفرحة بعيونها بتشوفهم. طيب لانه انا عم شوف هون اللايف عم يجي متاخر، تعال نحن بيجينا باللايف عم شوف شوي هلا الكاميرا عم من هيك هي عم تطلع عم تشوف حالها. هلا بس نعمل سيف على الاي جي تي في ترجع بتحضر الحلقة اكيد على رح نرجع الخير نشوفها كلها سوا. بابي وبتشوف هون حالك، ما بنقبل الا ما تطل باحلى طله. استاذ جان كنت عم بقول لك بمين متاثر جان؟ انا بمين متاثر هلا، انا يعني انا من دون شك يعني مش بس انا بعتقد يعني كل اللبنانيه معلي معلي كفي عم بسمعك، انا اوكي راح على الكهرباء يعني وعم بحكي يعني عليك. بعتقد انه كل اللبنانيه وعيوا على شيء اسمه انه الاخوان الرحباني، لانه احنا خلقنا بالحرب، فكانت الاذاعات 24 ساعه بتحط الموسيقى والاغاني تبع الاخوان الرحباني، فيعني من دون شك انا بحبهم كثير، وبما انه انا متخصص كثير يعني بالموسيقى التصويريه مثل ما انت ذكرت بالاول، يعني انا كثير يعني بسمع موسيقى افلام، بحب جون ويليامز، بحب كثير يعني نوعية موريكوني يلي عمل يعني سينما باراديزو، يعني هي الموسيقى بس انه يخرج انه شو هالموسيقى الحلوه، يعني انه انا بحب انه كل انواع الموسيقى الحلوه، وبسمع لوكال وبسمع انترناشونال. طيب من الاسئله على كمان يعني هيك الكلاسيكيه ما فيك الا ما لا تسالهم، لا وبيجوا بوقتهم. باي وقت يعني هيك بحل الوحي على جان كيروز؟ وقت الصبح بالليل من بعد ما يصير في سكون بالبيت بتشتغل لتالف موسيقى، تكتب نوتة، تخلق حياه بمقطوعه موسيقيه؟ لان عن جد بتصير حياه. يعني ما في وقت معين، اوقات مثلا بيطلع اللحن معي، يعني انا عم سوق السياره مثلا بدي اقول لك شغله، بس انا كمان يعني في مطرح، لانه انا يعني شغلتي الاساسيه انه بيع موسيقى انه للشركات وانه للتلفزيونات، فما في اشتغل انه بمزاجيه، لانه اوقات بيكون عندهم شيء لايف انه بعد يومين بدهم يطلعوا عن البروجرام، مثل مثلا برنامج انا هيك انه اجوا لعند نهار الجمعه، كانوا بعتقد اول موسم طلعوا فيه التنين
بالليل او الليل أربعة أربعة نهار أربعة. نهار. لا هلا الاربع، بس باول ما اوصل قبل انا صباح غلطان. يمكن كانت تسجل، هلأ صار مباشر. هي فيعني انه الجمعه الساعه 12 اجوا لعندي الساعه 4 سمعوا الموسيقى بالاستوديو كانت خالصه. يعني فيعني ما في، انا حسب انه مزاجي، انا ما في يكون موضي بهذا الشيء هلا. بس يعني من دون شك الموسيقى اللي انا بحب اعملها، الموسيقى اللي هي انه مش من باعه، انه يلي بدها تطلع مني يمكن يكون انا قاعد على البيانو عم بيطلعوا مني، او يمكن يكون انا عم سوق. بس اغلبيه القصص يلي حبوها العالم هي طلبت مني انه لبرنامج معين، بس انا قد ما حبيتها رجعت انا طورتها وطولتها. يعني مثل بدنا نعيد لو شو ما صار، يعني مثل الكورونا، يعني مثل كل هالقصص اللي عم تسمعوهم. واوقات انا بيطلع على بالي مثلا ترتيلة العذراء، انه انا طلبت انه من الشاعر ندى عبد النور طلب بدي كلمات للعذراء، لانه حاسس بدي اعمل شيء للعذراء. طيب جان، على سيرة أنا هيك، لما بتكون under pressure بتحس إنه هيدا تحدي لإلك، إنه بفترة زمنية قصيرة يمكن بساعات بدك تخلق جينيريك، يعني بدك تنافس فيه، مش مجرد عملنا مقطوعة موسيقية، صح. يعني بعيش موسم موسمين ثلاثة. يعني انه اكيد في قلق ويلي بيكونوا قراب لإلي، بس كون انه انا عم حضر عمل كبير، مش عم بحكي انه عن الموسيقى الجنريك، بس انا بكون يعني بغير مطرح، يعني بكون يعني شوي سهيان، يعني بكون في مخي هيك. يعني اذا بتشوفني بكم شفت حنين بتقول هيدا دبيل، يعني هيدا الزلمه هيك قاعد هيك، لانه يعني بكون مخي عم يشتغل، لانه انا في شغله، لانه انا بلحن وانا بكتب وانا بوزع وانا بعمل اخراج وانا بمنتج. فهيك الون مان شو. وانا بحب يعني بتبتدي، انا ولا مره حطيت شيء على الفيسبوك ان كان كموسيقى او كشيء برنامج الا ما اكون انا كثير مقتنع فيه لحتى احطه. يعني في فتره سهيان، في فتره انه بتكون يعني تكون كثير معك، بس انا ببين انه انا مش معك، لانه انا بكون انا عم فكر انه بشيء ثاني. جون، هدول اول مره بكون على حكيت، نعم، هدول اول مره بقول هدول حكيت انه انا بكون سهيان. خاي خاي خاي، يعني عم تعطيني شيء اكسكلوزيف لإلي. بسم الله عليك، ما انت بدك ليك جون، بتزعل اوقات يعني لما نحكي عن جينيريك برنامج 2 10 100، بيكون اسمك مرتبط فيهم، بالوقت اللي بمسرحية كمشة حنين مع سينتيا كرم وطوني عيسى في مقطوعات موسيقية روعة، مع انه في استعادة لأغنيات قديمة حطيتون، يعني بروح موسيقي جديد وبأداء طوني وسينت، يعني كان لهم خاصية بغنائهم. اليوم شفتك بأكثر من انترفيو على كذا محطة تلفزيونية، يعني جان كايروز موجود، إنما هل يكفي هذه الإطلالات أو هذا الدعم أو هذه أو تلك الإضاءة على جان كايروز، ولا بتحس إنه الواحد بده يعرف. اول شيء واحد بده يفهم الحياه. انا فهمت الحياه انه كثير منيح، انه اذا بدي يكون كثير ستار كبير في شيء بدك تدفع حقه. هذا اولا. انه ثانيا بس تكون عارف انت شو بدك، اذا حتى لو في بس 5 اشخاص بيحبوا موسيقتك انا هذا وبيكونوا صادقين، هذا الشيء كثير انا انه بيبسطني، لانه يعني ما بدنا نضحك على بعضنا، بدك تصير ستار يعني مش بسهوله، بدك يعني في قصص بدك انت تدفعها. هو قرار منك جان، هو قرار منك، يعني لا تعطي اعمال، لا مش قصه، هو مش قصه قرار مني، بس انه انا هلا حسيت انه هيك منيح. طيب يعني جان في يروح معك بثقافه اكثر، ايه يعني انت اليوم نجم بالتاليف الموسيقي، ليه واحد يحكي اذا بيتابع سيفيتك؟ لا، اذا بيتابع سيفيتك بيشوف الاعمال وبتشوف اراء النقاد فيها، هالقد عم بيفندوها
بي 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 يعني التاتش الشرقي على الغربي على آلات معينة على نفس لبناني، يعني خلقت هيك خاصية فيك بتحمل توقيعك جان كيروز. اليوم أنت نجم، في زملاء لإلك تحياتنا لإلهم ونحبهم كثير، إلى جانب نجوميتهم بالموسيقى، اليوم هن نجومية، عندهم نجومية بالتلفزيون، يعني في كثير هيك سبوت لايت عليهم ببرامج صح بإطلالات صح بانترفيو ساعة ونص ساعتين بتلاقيه صح موجود عم بيحاوروا. صح جان كيروز هلا رأيك؟ يعني لك هلا في شغله صغيره، انه انا اول 15 سنه كنت انا عم بشتغل موسيقى انه ردي عيط، فما كان في سبوت لايت علي، لانه انا كنت بنفس الوقت انا بالجريده كنت انا عم بشتغل الاخراج، فيعني بين وقت فراغي بالاخراج يعني خلص الشغل بالتلفزيون روح نشتغل انه وارجع كمان. كنت بهذا الوقت مصاحب مرتي، يعني قسم وقت هذا الشيء. بعدين وعيت قلت لا حرام على الموسيقى السوريه، يعني ما يتضوا عليها. هلا من وقت كم شفاني لهلا بتحس انه فرق كثير السبوت لايت علي، يعني رجعت انه انا ركزت على حالي اكثر، انه انا بين صاروا عالم، لانه انت بتعرفني من قبل بيعرفوني مخرج، بس يعني صاروا عم يشوفوني يعني ما يعني مع البيانو اكثر، عم تشوفوني بس انه هلا صار في ضوء اكثر، وخاصه من بعد يعني بدنا نعيد انه لو شو ما صار. صحيح، يعني هالنقلة اللي صارت. بس انت بتعرف كثير منيح انه الفن في مافيا كمان، يعني ما بدنا نضحك على بعضنا، يعني اذا بتفوت معهم يعني بتضوي كثير، صح او لا؟ إلي 100% 100% قلت بدك تدفع ضريبة معينة ايه وهيدا يعني الشيء انه يعني حتى يعني حتى انه انا ما بلاقي مثلا يعني مثلا يعني في مذيعين انه اقوى منك عم بحكي بالاعداد، عم بحكي انه قديش انت انه بتحترم الضيف، بس اوقات بيبقى واحد اقل منك بكثير، يعني دغري يعني دغري يعني بيعطوه يعني برايم تايم. ليه؟ صحيح صحيح يعني فينا نقول ليه، بس لانه لا مضطر انا اقول ليه ولا انت مضطر تقول ليه. جان، يعني اللي بينطبق عليك وبينطبق على الإعلام كمان ايه يمكن. بس بدي اقول لك شغله، بس قول انه صدقني من وقت ما صار في السوشيال ميديا يعني قدرت انه اوصل لانه كثير قصص، ومن دون شك اوقات كثير انه بتتسكر ابواب، بس بدي اقول لهم انه قد ما تسكروا ابواب انا رح ضل مكفى، لانه انا اللي عم بعمله انا انه مبسوط، وانا عم بعمله من قلبي انا واولادي حتى نحن ننبسط. اذا هالشيء بسط العالم مثل ما صار، انا كثير عم بعطي اكزامبل بدنا نعيد، بس لانه وصلت ودعموها العالم بيكون كثير منيح. انه اذا ما انه اذا رجعوا تسكروا الابواب مره ثانيه بيكون انه نحن عملنا شيء هيدا الوقت يلي انه انا قضيته بالقليل، انه خليت ارشيف حلو انه لاولادي بس يكبروا هن يشوفوا حالهم فيه. بس خليني اقول لك شغله عن بدنا نعيد، انت بس يمكن بالقليل بنام، تواضعك يعني بنام انه مرتاح، بنام يعني مبسوط، يعني بنام انه مش انه عم بعمل ضرب بحدا حتى ياخذ انا محله. يعطيك العافيه جان، انا بدي هذا الشيء، وقلت لك يعني في اواصم مشتركه، يمكن هو اذا بدك وجع او عتب، لان بتحس انه حرام موهبه تمرق بهالحياه من دون ما تاخذ حقها، لان بس في اكس واجريج وزد، وبدك تتواجد هون وبدك تتواجد هون وبدك تعطي هون وتعطي هون، فمنه كتر خير الله. بس بدك تقول والله يعني لانه عم بشتغل انا شغل انه لحالي، يعني نوعا ما يعني انه عم يوصل. طيب في قال لك شغله جان، أكيد على سيرة عم بيوصل، بدنا نعيد لو شو ما صار، يا وطني وعد علي. لما كنت مستقبل زميلنا فيني رومي بيوم جديد، وبنته مرقت هيك إطلالة بالفيديو كليب، وكنت عم بقول على الهواء قبل بيومين جان، إنه مني بموت زين البيت واعمل سابان وحط المغاره، ابدا، كنت شايل الفكره كليا من راسي. لما كان معي فيني بالانترفيو وقال لي في هيدا الكليب قصته هيك هيك هيك، جان كيروز عمله وبنتي مصوره فيه، بحب اعرضه. قلت له اكيد، لان شفت انا هيدا الكليب فكرت بفيني، ويعني كمان نفس الشيء قد ايه بالدومين اوقات بيدفشوا بيحطوا اولادهم بالواجهه. لما حضرت الفيديو كليب وشفت براءة الطفولة من بنتك لبنت فيني لبناتك، سمعت كلام الأغنية، طلعت
طلعت بعد يومين على الهواء، قلت لهم انا عملت الشجره وزينت البيت، ما شاء الله ما بيدعس بيتي حدا، في صاحب العيد بده يكون عندي بالبيت بدي استقبله قد ما بقدر. يعني ما رحت اشتريت ولا بول برات الطريق، ما دفعت فرانك الموجود عملت فيه. فبدي اقول لك انه اثرت فينا يعني حلو. اذا بدك بتعرف لوين اخذتني هلا، ما بعرف ماني عم بعمل مقارنه، ما عم بحطك تحت في قهوه على المفرق في موقدي وفي نار، ابقى انا وحبيبي افرشها بالاسرار، جيد الايد فيها عشاق اثنين صغار عم نحكي حب عشوائي، عم نحكي اشياء هيك عم بيروح بخيالنا. يا وطني العظيم رحنا قلبنا على الوطن، فهيك عملت في بدنا نعيد. هاي شو حلو يعني، انا هذا الشيء انا لو كثير بيبسطني. وفي وجه تحيه لفيني، لانه فيني لانه انت بتعرف ادابي بيتسكروا اوقات انه البواب انه بوجه اللي بيالف موسيقى اذا ما كان ضمن يعني كليك معين. يعني يعني عنده روحانيه يعني كثير عاليه، وانه فتح لي شيء انا وانه لوتشي يعني ما بعرف قد ايه انا بدي اقول له ميرسي لبني، لانه يعني قليل يعني انه حتى حدا انه يدوب عليك يعني بهالطريقه، يعني انه بهالمحبه، لانه فيني يعني مش معقول انه انا عم بحكي معك. يعني كانت هي نجاح لكم، يعني انت اعطيته وهو اعطاك، يعني اعطيته بعضكم. ايه بس اوقات في ناس انه بتعطيهم يعني ما بيقدموا. ما بيصح الا الصحيح جان كايروز، ما بيصح الا الصحيح جان. بدي احكي شوي عن قصه الاخراج، لان صرنا حكيين كذا مره، ويمكن في كتار من الاشخاص ما بيعرفوا انك كنت معد ومخرج لبرنامج 360 درجه واستمر لوقت طويل، كنت بتلفزيون الجديد، كنت بتلفزيون روتانا، اشتغلت سنوات الضوء، يعني جلت فيه العالم بيحكي وثائقي عن لبنان وعن تراث لبنان وعن يعني لبنان بكل هيك جوانبه. فقد ايه مهم هيدا الموضوع انه يضووا عليه. بس اذا بتسمح لي قبل خليني اعمل جوله انا وياك. جان بول جايال، في ناس عم بيسلموا عليك، علي حمود، مايكل غالي من مسيك بالخير، فادي شرب الزياده بيقول لك شرب، بيقول لك هاي شرب 0518 هيك اسمه شربل 0581 بيقول لك هاي كمان. نوف بتقول لك كمان بتسلم عليك. كالن بتعمل لك لايك. جورج بسلم عليك. جو عقيقي كمان بيعملنا لايك، ثانك يو جوي. جو ماري كيروز رحمه، اليو توبيا كمان كلهم عم بيتابعونا. ماري هي الكازن تبعي. ايه فاذا تحياتي لهم. راميا طعمه بتقول الله يخلي لك هالملك ومساء الخير لكم جميعا، لما طلت لوتشي معنا. ثانك يو. الياس ابو كرم كمان بيقول هاي لليا. ماري تريز كمان بتقلنا هلو. كتار يعني عم يسلموا علينا، عم بيبعثوا لك سلامات. جان كيروز لألك وللصبايا بدي اقول لهم ميرسي كثير على مشاركتهم. بولين ديب، اليسا، جومانا، راما، رالف نكد، رالف نكد زميلنا مخرج اذاعه بصوت المدى، رالف اهتملنا بمقطوعات جان كيروز الموسيقيه. الله، لان هيك بتصير القصص. باسكال بترجع بتقول لنا لاف يو مور، باسكال الشمالي. توني غصين كمان منسلم عليك. فادي باسيل، رواد مرعي، منسلم على كتار من الأشخاص اللي ريمو يزبك صراحة كتار وتأخرنا عليهم. مارلين سلهب مثل العادة دايما. ريمو يزبك هلأ يعني ستار كبير بالأردن، لازم في مرة تستضيفه لريمو يزبك. ريمو يزبك تلعب ما بعرف إذا شو اسمه الأخير برامج يعني بأكس فاكتور. أكس فاكتور. جان بول فرنجية كمان بنقول لك هاي، وجيمي كمان بنقول لك هلو. يمكن بعد معي تقريبا شيء 10 دقائق قبل ما نقدر يعني تنقدر نعمل على الاي جي تي في. عم نحكي عن هود البرامج اليوم، وانت يعني عملت
لأكثر برامج يعني كان فيها هيك خليني هيدا كمان اسم برنامج طمني ورني واخذوا سكسي عند الناس والناس تداولت فيهم بالبريزنترز تبعهم. انت رحت لاعداد مختلف كليا، في كثير من الجديه، في كثير من التعب، في كثير من المواد الوثائقيه اللي بتحملهم بكل حلقه بتعملها. قد ايه بتعمل جينيريك لبرامج كثير اكثر من هزي يا نواعم يا خيي؟ هلا هزي انا ما عم ابعت لك اياه لانه عملت لها ريميكس وشي كثير حلو وشي كثير بيرقص. يعني ما بعرف، يعني لازم ترجع تنزل قريبا. طيب وين بتلاقي حالك بهيدي الامور الجديه ولا بتشوف عم بحكي كاخراج بامور هيك خليني اسميها تجاريه لان هيدا المصطلح المعتمد اليوم انه تجاري معناتها في انا بلاقي حالي لانه انا بعلم بالجامعه وانا بعلمهم يعني كل برودكت يعني بفوكسوا عليه بيشوفوا مين الاودينس تبعه يعني كل شيء بدك انت تعطيه حقه. هلا انا بحبوني اكثر شيء بقصص الرومانس العالم، يعني ما بعرف شو بيشوفوا فيي، بس انا بحب الدانس، انا بحب النبض، انا بحب كل شيء في اكشن، يعني حتى الموسيقى الهاديه اللي انا بدقها، انا بحس بحب دقه بنبض، يعني ما بحب الحدا اللي عم بيطير وهيك تمر دقيقه هيك، انا بحب تكون يعني موسيقتي حاضره حتى لو عم تعريق. يعني انا زلمه هيك مع انه مبين انا كثير رايق، بس انا ما فيي يعني انت فهمت قصدي؟ قلت لك دغري فينا نسجل صوت؟ ايه بدك تخلق تكسر الروتين بمطرح معين. يعني انا هيك طبعي وبقول لك شغله، يمكن انا هلا بلشت اوصل اكثر لانه انا ركزت على حالي اكثر. المخرج اللي فيي يلي عم يقدر يطلع نوعا ما، يعني جون كيروز هيك مرتب انه بالكادر تبعه. على كل حال اليوم بتصور في ايماج معينه هي بتكون اذا بدك باسبور للناس، للمنتجين، لادارات التلفزيون، لكثار من الشان. بس عفوا يعني ما عاد في منتجين. نعم يعني ما عاد في منتجين يعني بهيدا الظروف؟ لا حتى من قبل، يعني في كم فنان، يعني في شركه واحده بس انا عم تنتجوا بس، وكل فنانين هن عم ينجوا اوقات بينزلوا اسم الشركه بس انه حتى يقولوا انه في حدا عم يهتم فيهم، بس ما في صارت برستيج اكثر من انه انتاج ودعم يعني وفت مصاري على الستار. جان كيروز يعني اشتغلت مع سينتيا كرم، مع توني عيسى، عملت لها لسينتيا غنيه كمان للعيد. صحح لي معلوماتي، في يعني حدا من السليبرتيز غنى لك من الحانك جان، او يمكن بيقصدوه كتوزيع، ولا اذا حدا فنان بده يشتغل معك بيقول لك مثلا جان بدك تالف لي موسيقى لغنيه او توزع، بتفصل ولا بتحب تعمل شغلك كامل يعني تاليف توزيع؟ لا عادي، انا انه يعني انا فلكسبل مع الكل، بس انا طبعا ما بعرف دق ابواب الا عندي هالغنية والغنية والغنية، يعني كانه عندي هيك يعني خمس كلسات انه اي لون بدك. وانا انه هلا بفهم منك انه عندك اعمال جاهزه على ايش كثير يدقوا بابك هن حتى يسمعوا ويختاروا بالنسبون. كنت انا محضر عمل ديو انا وانه ليال نعمه، يعني قالب كثير جديد، يعني غنيه كثير جديده انا وياها، بس انه اجت الكورونا وصورنا باركي من الكتب ويعني ما كفيناها، فهلا رح تتفاجئوا بقصص جديده. يعني انا ما بعرف اطرق باب الفنانين، انا هلا بتعرف بشو بمصطفى كثير انه عملت شيء انا واولادي وانه وصل، لانه كمان الفنانين عندهم عقده اوقات، مش انه يلي اشتغلت معهم، بس اوقات انه اذا انت اشتغلت لهم شيء يعني ما بحبوا كثير يعملوا له شير، عنده عقد انه نفسيه، معلش يعني رح كون طبيعي وصريح مش رح كون دبلوماسي. ف انا مبسوط مع اولادي جدا. ليك لانه قدرت انه لوتشي عن جد انه توصل شيء وخلتها خدها تحط الشجره. ليك جان بخبرتي الاذاعيه كنت اسمعها دائما من الملحن وكاتب الأغنية، يا خيي بيش الفنان بيترجينا بيكون مش معروف، بياخد غنية كلام ولحن بيضرب بيطلع المتركاش كله على اسمه وبينسوا. لا ليك
هون وقتها بصوت الغد نعطيهم كريدي استدركوا الامر حتى يعطوا حق صار يعني نضربهم بصوتنا الاغاني صح. كلمات صح. الحان توزيع بس لأن هي عمل كامل متكامل في عده عناصر بس انه انا ولا مره انا طرقت بويب لانه الحمد لله صار لي اكثر من 22 سنه على طول انا بنطلب انه لدي عيد يعني بنطلب انه للبرامج الكبيره فولا مره حسيت انه بعد بدي عيد الباب وعيد الباب في كليك مستلمه انا مش منهم فانا ما بحب روح على سهره انا مش يعني انا ما اكون معزوم عليها فهمت عليك اطرح بحبوني وبحبهم يعني اللي بالدومين بيفهم الفكره خلص لا يعني عادي انه خصوصا لا هي انا عم بعطي اكزامبل انا مش عم بعطي كثير قصص انه تشكيات بس طب ليه انا يعني انا مره طالع معك لايف من 10 سنين بس انا كل ما اشوفك بالاو تي في انا بنبسط بشوفك لانه بحس في شيء يعني في شيء انه يعني انه قريب منك يعني مش انه وقت بتطلع فيك انا مش شايفه لا انا هاي الي انه بحس لانه انت انه صريح وهيك يعني انت ما بتعمل حالك شيء ثاني على الهواء وانا كمان انا ما بعرف امثل حتى اوصل على شيء معين والحمد لله ان كان بالاخراج اخذت جوائز وان كان بالموسيقى انه اهم برامج عملتها وبس جربت اعمل اغاني وبصلوا طب انا شو بدي اكثر؟ لازم يكون انه انا ما رح كون النجم الكبير، هيدا الشيء اعطاني اياه الله واعطاني عائله واولاد، انه شو بدي اكثر؟ يعني 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 بدك يعني ما يعطيني شيء هالقد يطمني بالبيت بس كون نجم، انا ما بدي اموت بالاخير لحالي، مثل ما فنانين كانوا كثير كبار، انا لا انا بدي اموت مع عالم بحبوني والفن الله اعطاني اياه، انا قدرت انه احصد منه قصص حلوه. جان كيروز يعني الله يعطيك على أبنيتك لأنك بتستاهل ودائما اللي في عنده هيدا الإنسانية وعنده حب الأرض حب الوطن حب العيلة كمان بيكون شيء مقدس عنده ربنا بيوفقه يمكن بتاخد وقت القصة إنما هون كمان في اختبار وفي تحدي للمسابرة وللنفس الطويل حتى الإنسان ما في يعني مش ممكن تزرع شغلة إذا ما اهتمت فيها وسقيتها إلا ما يجي يوم ودائما نحن بنعطي اكزامبل انه الشوكه طلعت بالصخره، شو بيطلع شوكه بالصخره؟ طلعت. ف يعني ان شاء الله دائما اعمالك هيك بتطلع بارض جيده بتنسقى وبتكبر وبتاخذ ضوء الشمس والشمس بتنفقها لتكبر اكثر واكثر. انا بدي اقول لك ميل ميرسي على اللقاء اليوم يعني تقريبا قلنا 59 دقيقه جان مرق الوقت، كان في مواضيع كثير على بالي احكي فيها معك، رح اترك الختام لك جان كيروز. المخرج والمؤلف الموسيقي وجود لك لكل اعمالك وبطلب من كل الاشخاص هلا اللي عم بيتابعونا اللي عم بيفوتوا وعم بيظهروا فيكم ترجعوا تحضروا هيدي الحلقه على الاي جي تي في عندي رح اعمل لك كمان منشن عليها جان كيروز نحن بحاجه نسمع اعمال موسيقيه حلوه انا اليوم وامبارح كنت كثير مستمتع يعني على اليوتيوب عم بحط المقطوعات الموسيقيه اللي بعثت لي اياهم كمان سمعتهم رجعت فتشت عليك اكثر على اليوتيوب تسمعت على الأعمال الفنية حرام موسيقى ما تنسمع مش دعاية لك لا عم جاملك لا عم بيض وجه ولا يعني موعود بشي ولا ناطر منك شي وانت منك ناطر مني لا بعيد كلمة حق عم قولها فموسيقتك حلوة كتير حرام ما تنسمع مرسي كتير يعني أنا كتير أنه يعني أنا استمتعت وأول مرة بكون يعني مش أنه دبلوماسي بالأجوبة أنه حتى بكون دبلوماسي بالتلفزيون ويعني هيك ف يعني حسيته قلته اليوم هذا شيء كثير هذا شيء كثير حلو واسم الله عليك بتطلعهم هو واحد عم يضحك لك ثانك يو جان كلك ذوق على يلا اجي تي في بيخلص الوقت ضمن ساعه بعد معي تقريبا دقيقه وعشر ثواني فعم ببلش هلا الكاونت داون عندي بدي اقول ميرسي لكل الاشخاص اللي تابعونا جان كيروز بقول لك جود لك سريعا قلت لي عندك عمل من بعد ما ترجع الحياه لتبعتها باذن الله انت وليال نعمه ديو غنائي يعني رح تحط صوتك غنائا رح ابعث لك اياه هلا تسمعه لحالك على الواتساب واخذ رايك فيه وانه عمل كثير حلو وعندي كمان موسيقى مسلسل غربي بده ينزل على ال بي سي يعني كمان بدي يعني بده ينزل بعدين انا ساوند تراك بس ينزل على الهواء كمان طالع من حالي فيه يعني موسيقيا يعني شيء كثير حلو وعندي كمان اغاني من كم شي حنين
يعني بعد ما نزلوا يعني كثير بيعزوا على قلبي وملعوبين مع اوركسترا لايف انه بكازينو لبنان. فيعني اجملها كل شهر انه انا بنزل عمل. ناطرينك، راح نصير من متابعينك وبتمنى كل الاشخاص كمان. ثانك يو لك جون كيروز، ميرسي لك على اطلالتك مع اليوم، وتحيه لمنى مدامتك، وتحيه للوتشي ولليا، بنحبهم كثير والله يوفقهم يا رب. شكرا لك جون. باي باي.